لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. بعثة الرسول عشان نؤمن به، إرسال الرسول عشان نؤمن به، بعد إيماننا بالله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني الرسول، يعني تعزروه يعني تمنعوه، تحافظوا عليه، تمنعوا أحدا من التفكير في الاقتراب منه أو أذيته من التعزير. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ربنا بعث الرسول عشان ايه؟ نوقره. تاني، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا ربنا بكرة وأصيلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الإيمان بالرسول درجات، في إيمان ضعيف واسمه إيمان، إيمان برضه، وفي إيمان متوسط، وفي إيمان قوي، وفي إيمان بالرسول أكتر من قوي، كلها درجات، وعلى حسب درجة الإيمان تأتي الاستجابة. اللي إيمانه بالرسول ضعيف استجابته ضعيفة، واللي إيمانه بالرسول متوسط يبقى الاستجابة متوسطة، واللي إيمانه بالرسول قوي تبقى الاستجابة قوية. الاستجابة والسمع والطاعة والولاء والانقياد، كل دي تبعا لدرجة الإيمان. والمؤمن اللي بيحاسب نفسه هيعرف هو إيمانه ضعيف ولا متوسط ولا قوي، محتاج زيادة ولا كده كويس الحمد لله.
لو الإيمان محتاج زيادة يطلبها من الله ويأخذ بالأسباب. إيه أسباب زيادة الإيمان؟ الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر والكتب والقدر والملائكة، درجات. الإيمان ضعيف يسأل الله تقوية الإيمان في قلبه وزيادة الإيمان في قلبه ويأخذ بالأسباب. إيه الأسباب؟ العلم والتمرين، يمرن نفسه على زيادة الإيمان والاقتداء بأصحاب الإيمان القوي. شوف الإيمان قوي عمل إزاي ويعمل زيه فالإيمان يزيد. وأقوى الناس إيمانا برسول الله الصحابة، الصحابة الكرام مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان، إيمانهم بالرسول كان قوي جدا. ولذلك إحنا نشوفهم إزاي أمنوا بالرسول، عملوا إيه، استجابوا إزاي. الرجال والنساء المهاجرين والأنصار، واليوم معنا مواقف حكايات عن النساء، مش أي نساء، نساء الأنصار إزاي أمنوا بالرسول، إيمانهم بالرسول كان عامل إزاي، شكله إزاي، كيفيته إزاي، توقيرهم للرسول. لأن ربنا قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقروا الرسول إزاي عشان نعمل زيهم، أو على الأقل يبقى فاهمين إيه التوقير. سيدنا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بيحكي يقول كانت الأنصار إذا كان للرجل منهم أيم يعني بنت أرملة زوجها مات، كانت الأنصار إذا كان للرجل منهم أيم لم يزوجها حتى يسأل هل لرسول الله فيها حاجة أم لا. شوف الذوق بقى، ده الذوق، ده الأدب، ده الاحترام. اللي عنده بنت أرملة لا يمكن يجوزها حد ما يسأل يعني الرسول عايزها ولا لا، والرسول مش عايز. لم تكن له رغبات، عنده الزوجات من المهاجرات، والنبي لم يتزوج أنصارية مطلقا ولا واحدة من الأنصار. إنما الذوق، الأدب، الأخلاق، التوقير، الإكبار، الاحترام، الإجلال. الأنصار أي حد عنده بنت أرملة ما يجوزهاش لحد ما يروح يسأل النبي عايزها أجوزها لك، والنبي ما كانش بيوافق. لو النبي عنده رغبة، عنده رغبات في النساء يعني، كان اللي يعرض عليه ماشي. بس الموضوع مش كده خالص، موضوع مش كده خالص، موضوع ذوق، احترام، إجلال، توقير. شوف الأنصار، شوف الصحابة عملوا ايه مع النبي، شوف بصوله ازاي، شوف احترموه ازاي، شوف اتعاملوا معاه ازاي. الله على المعاملة. كانت الأنصار إذا كان للرجل منهم أيم لم يزوجها حتى يسأل هل لرسول الله بها حاجة أم لا. النبي يقول له لا مش عايز، يجوزها بقى. منها ملوش رغبات، ملوش احتياجات. اسمع بقى بيت القصة. فقال النبي يوما لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. يا أخيرا يا رسول الله تاخد واحدة من الأنصار. قال لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. قال نعم يا رسول الله، وكرامة ونعمة عين، حد طايل يناسب النبي. انت رسول الله عايز بنتي، كرامة فخر لينا وشرف ونعمة عين، يا فرحتي. قال النبي لست لنفسي أخطبها. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. قال جليبيب، دعني حتى أشاور أمها. لا أفكر بقى،
يا عالراجل، يا خسارة على الفرحة، يا خسارة على الفرحة اللي ما تمتش. النبي قال له اخطب بنتك، يا على الفرحة. وأي حد يتمنى النبي يقول له الكلمة دي، يا رسول ده على راسي، حد طايل؟ ده بيقول لها لست أخطبها لنفسي. لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب، وجليبيب كانت به دمامة، مش حلو يعني، منظره مش حلو. قال رجل جليبيب دعني حتى أشاور أمها. طب أشوف أمها. فذهب الرجل إلى البيت ودخل على زوجته، قال إن رسول الله يخطب ابنتك. قالت نعم وكرامة ونعمة عين، يا فرحتنا. قال ليس لنفسه يخطبها. قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت جليبيب لا الله، إذن لا والله، لا لعمر الله. في رواية قالت جليبيب. والبنت في خدرها في الأوضة بتاعتها تسمع. قالت ماذا قال رسول الله؟ أنا سمع سيرة الرسول، هو النبي قال إيه؟ قال أبوها أرسل يخطبك لجليبيب. قالت أتردون على رسول الله أمره؟ أنتوا هتروحوا تعتذروا؟ أنتوا هتقولوا للنبي لأ؟ شوف البنت بقى، أتردون على رسول الله أمره؟ النبي كلام ما يتردش، اللي يقول عليه النبي حاضر. فكأنما حلت عنهما، خففت، ده احنا كنا رافضينه عشانك، منظره مش كويس، وانت يمكن، والجوازه التانية دايما يبقى فيها بقى نقاوة وفيها اختيار وفيها تدقيق وفيها وفيها وفيها. فكأنما حلت عنهم، خففت عنهم، يا كنا شالين همك انت. أتردون على رسول الله أمرا؟ انتوا هتروح تعتذروا للنبي، يعني هتقولوا له لأ؟ النبي يتقال له لأ؟ الله، هو النبي يتقال له لأ؟ لأ لأ، يعني ما يتقالش للنبي لأ. شوف بقى الاحترام، شوف البنت. عشان كده قلت لك الإيمان درجات، أقوى من أبيها وأقوى من أمها، وبنت من الأنصار رضي الله عن الأنصار والمهاجرين. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أترضاه لنا؟ قال النبي نعم أرضاه. قال زوجناه. يلا، وتم الزواج. وليلة الدخلة النبي دعا للبنت دي، قال لها ولزوجها اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. يا عالدعوة، يا اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، الخير ما يقفش. شوف بقى دعوة النبي. الله عليك يا أنصارية، الله عليك، ده النبي دعالك. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. جليبيب دميم مش دميم، خلاص. وعاشت. ثم أصاب أهل المدينة فزع، أخبار جت، في هجوم، في هجوم، في فزع. فخرج المسلمون وخرج جليبيب. فلما فتح الله على نبيه، أفاء على نبيه وانتهت المعركة، قال النبي هل تفقدون من أحد؟ حد غايب؟ قالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيبا. جليبيب مش موجود، خرج معانا للقتال، مش شايفه قدامي، حدش يعرفه، مغمور، خامل الذكر، من الضعفاء، مش مشهور يعني. فنبي قال لهم حد غايب؟ قالوا لا ما حدش غايب. قال لهم في واحد جليبيب انا عارفه. الله، حبيبي، التمسوه في القتلى، طالما مش لاقيينه يبقى قتل. فالتمسوه في القتلى فوجدوه الى جانب سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. قال النبي قتل سبعة؟
ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وهذا وهو وأنا منه. احفروا له. فحمله النبي على ساعديه، النبي شاله على ايديه الاثنين، ليس له سرير ينعش يعني تشيل عليه إلا ساعدي النبي، حتى وضعه بيديه في قبره. يا أبو لبيب رضي الله عنك، تبو زوجتك. يقول أنس: فما رأيت في المدينة أيما أنفق منها. أغنى واحدة في المدينة وبتنفق وبتتصدق وإيديها ممدودة بالخير. اتغنت اتغنت. هو حد بينفق قدها؟ هو حد بيصرف زيها؟ ده النبي دعا لها: اللهم صب علي الخير صبا صبا. مش ملاح الخير جاي لها منين ولا منين؟ شفت البنت تقول لابوها ايه: اتردون على رسول الله امره؟ النبي ما قالوش لا. يا شفت بقى البركه اللي خدتها من الانقياد، عشان اللي سلمت امرها، علشان انقادت، علشان سمعت واطاعت، علشان احترمت النبي ووقرت النبي وعظمت النبي واجلت النبي. النبي ما قالوش لا، النبي اكبر من كده. شفت البنت؟ شوف الايمان، ادي الايمان اهو. ما انت شوف الايمان، عشان تعمل زيه، عشان تقتدي، عشان تتأسى، عشان تقلد، علشان لما يتعرض عليك حاجة النبي قالها اوعى تقول للنبي لا، تخسر. واللي يقول للنبي حاضر يكسب. ويكسب ايه؟ كتير. الله. اوعى تقول للنبي لا، اللي يقول للنبي لا يخسر، واللي يقول له حاضر يكسب ويكسب كتير. ده ايمان. ما هو الايمان كده، الايمان بالرسول ولا بالكلام. هدي انصارية وبنت، اللي اكبر منها ام عمارة، نسيبة بنت كعب مشهورة. ام عمارة عملت عمايل وسنوات طويلة جدا. شوف في غزوة احد، غزوة احد خرجت ام عمارة تسقي العطشة وتداوي الجرحى، معها عصائب في جيبها. عصائب يعني ايه؟ اربطه، اربطه زي كان قماش ولا شاش ولا حاجه زي كده، عندها جيوب وملياها عصائب علشان اللي مجروح تداويه. وخرجت ام عماره مع زوجها وابنيها عبد الله وحبيب، هي وزوجها وولادها في غزوه احد. وكانت الجوله في بدايه الغزوه للمسلمين، وبعدين الرماه النبي اللي هم تتحركوش من هنا اتحركوا، فتبدلت الاحوال وبقت الجوله للكفار. وحصل ارتباك في وسط المسلمين شديد جدا، وقعوا في حصار كماشه، الكفار عملوا عليهم كماشه من قدام ومن ورا، وحصل خلل وارتباك وبعض المسلمين ساب الساحه راح على جبل احد، وبعدهم رجع المدينه، وبعدهم قعد في حته ورمى السلاح، وبعدين طلعت اشاعه ان النبي مات، هدتهم كمال والنبي مات، خلاص وقف القتال. واللي رايح كده واللي بيجري كده. تقول ام عماره: رايت الناس منكشفين عن رسول الله في يوم احد. انا شفت بقى المشهد ده في يوم احد. فلم يبقى معه إلا نحو عشرة من الرجال، وأنا وزوجي وابناي ندافع عنه. الله يا أم عمارة، ده أنت كنت بتداوي الجرحى. أنا قالت: لا لا لا، ده خلاص بقى الدفاع عن رسول الله. أنا دلوقتي جه الوقت اللي بدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: سمعت رسول الله يقول: ما نظرت يميني وشمالي يوم أحد إلا رأيت أم عمارة تقاتل دوني، بتحارب يعني عني أنا، يميني وشمالي
طب انت يا ام عماره انت بتقتلي ناحيه اليمين، ايه اللي جابك ناحيه الشمال؟ شايفه خطر جاي على الرسول ناحيه الشمال فتروح هناك، وبعدين تدافع عن الرسول وتشوف خطر تاني ناحيه اليمين تروح ناحيه اليمين، يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال دفاعا عن رسول الله. الله يا ام عماره بتحكي هي بقى، تقول فراى رسول الله رجلا موليا، النبي شاف واحد من المسلمين بيجري ومعه ترس درع، وليس معي درع ترس. تقول فقال رسول الله للرجل ألق ترسك لمن يقاتل به، واحد بيجري من المسلمين مرتبك، فالنبي قال له ارمي الترس بتاعك سيبه. الرجل سمع الكلام رمى الترس، فخدته أم عمارة تترس عن رسول الله الدرع تحامي بيه بقى، سهم يجي كده، ضربة تيجي كده، رمح يجي كده. يا أم عمارة إيه اللي بتعمليه ده؟ كتير كتير يا أم عمارة. حب الرسول، الإيمان بالرسول، الدفاع عن الرسول، حماية الرسول، تعزير الرسول، نصرة الرسول. وبعدين يقول ابنها بقى، ابنها، فجاء رجل مشرك فضربني فجرحني في عضدي، قطع له حتة من إيديه من فوق، فجعل الدم لا يتوقف، فجاءت أمي فأخرجت عصابة فربطت جرحي ثم قالت يا بني انهض فقاتل القوم. يا أم عمارة طب هيضرب ازاي؟ ده ايده مفتوحة، ده ايده مجروحة، هيحارب ازاي؟ انت ايه يا أم عمارة؟ انت فولاذية؟ ده ابنك. يقول ابنها فقال لها رسول الله ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ مين اللي يطيق كده؟ الله، مين اللي يطيق؟ تقول لابنها انهض، مش وقته، مجروح مقطوع، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن النبي، الدفاع عن الدين، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ شوف الإيمان، شوف الإيمان القوي الحقيقي بيخلي صاحبه يعمل ايه؟ ياه، ده لو حد غير الصحابة دول، الصحابة دول كانوا نوعية فزة، نوعية لا تتكرر. احنا بنشوف افعالهم، بنشوف عملوا ايه لسه كمال. تقول ام عمارة فجاء رجل يقال له ابن قميئة، ابن قميئة من المشركين، وهو يقول دلوني على محمد، أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. واحد بيدور على الرسول عشان يقتله. تقول فهاجمته، أنت بتدور على النبي، أنت عايز تقتل النبي تضرب النبي، هي اللي راحت له، مفيش خوف، ده دفاع عن الرسول، ده الرسول. تقول فهاجمته فضربني على كتفي ضربة في كتفها. الرواية بتقول ان هي قعدت تتعالج من الضربة دي سنة، واحدثت في كتفها حفرة، حفرة. ده لو راجل وخد الضربة دي كان برك. نيجي لابنها بقى بيحكي، مر المشرك الذي ضربني فقال رسول يا أم عمارة هذا الذي ضرب ابنك، فضربته في ساقه فوقع ثم أجهزت عليه، فقال لها النبي الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينيك بالثأر لابنك. تو ابن قمئة تقول فضربته ضربات، لكن عدو الله كان مظاهرا بين درعيني، لابس درعين، قالت انا ضربته وضربات تقتل تموت بس لابس درعين ما قدرتش عليه. جرحت 13 جرحا. يوم احد الجوله اتغيرت، الاحوال اتغيرت،
والصحابة يدافعوا عن النبي ده الدفاع المستميت. تيجي أم عمارة يمين تلاقيها، شمال تلاقيها، في كل موقف تلاقيها، هي بتهاجم هي بتدافع. أصل ده موقف الرسول بقى، الرسول موجود. يا شفت الإيمان، الإيمان القوي يعمل إيه؟ في حد إيمانه خليه يعني مش موجود، ينسحب. وفي اللي هيقف، في راجل وفي ست، درجات الإيمان. لذلك بقول لك شوف، بص الصحابة عملوا إيه؟ انتهت المعركة وقتل من قتل، 70 من 90 قتلوا، بيتفقدوا بقى القتلى والجرحى من اللي موجود. وجاية امرأة من المدينة، جت سمعت بقى بالمصاب، قال لها احتسبي زوجك، زوجك البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول وماذا فعل رسول الله؟ احتسبي أخوك. قالت ما فعل رسول الله؟ قال هو بخير سالم صالح. قالت أروني حتى أنظر إليه، لازم أطمن على النبي أشوفه بعين. فأشاروا لها إليه، أدي النبي أهو. قالت كل مصيبة بعدك جلل، هينا طالما أنت موجود يا رسول الله، أي مصيبة غيرك ولا حاجة. النبي الأول أغلى، أغلى إنسان، أهم إنسان، أي مصيبة بعدك. دي الكلمة دي ما قالتهاش هي لوحدين، أم سعد بن معاذ، أم سعد، مات لها ابن أخو سعد بن معاذ. بعد الغزو ما انتهت شافت النبي، قالت كل مصيبة بعدك هينة، الحمد لله الذي أبقاك لنا. أنت موجود، أي حد أي حاجة بعد كده. شوف إحساسهم بالرسول، احترامهم، إجلالهم، توقيرهم في أي مجال، في الحرب أدي موقفهم، في السلم في الجواز، البنت اللي اتقالت أتردون على رسول الله أمره، ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني، سلموا الأمر للرسول مش هيضيعني. شفت ده الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة كانت معه بنته قاعدة، ومعه ثابت البناني من التابعين، تلميذ أنس بن مالك مشهور ثابت البناني. فسيدنا أنس بيحكي له وبنته موجودة، بنت سيدنا أنس، يقول جاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي. قالت له انا هبت لك نفسي، تتجوزني من غير مهر، من غير اي حاجه، انا ابقى زي العبده، زي اللي مملوكه، مش مملوكه، بس انا وهبت لك نفسي كل كده، حق حقوقي وغير حقوقي. فقالت بنت انس ما كان اقل حياءها، ده ما عندهاش حياء دي. فقال لها انس كانت خيرا منك، رغبت في رسول الله، عايزه النبي. النبي مش الرغبات الجنسية ولا غير الجنسية، عايزة تقرب من النبي، تبقى يعني ملك للنبي. بس النبي ما خدها، قالت له أنا وهبت لك نفسي، بس النبي ما رضاش. ليه ما رضاش؟ الرغبات، ما عندوش رغبات. شوف المرأة تقول للنبي أنا وهبت لك نفسي، وهذا مذكور في القرآن، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ما يتعاملش مع حد تاني غيرك. دي أول واحدة. لا، وجيت واحدة تانية للنبي قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، وهبت لك نفسي ملكك. فنظر إليها النبي وطأطأ رأسه وتكلم، فقامت المرأة قياما طويلا، قعدت واقفة
يعني ولا لا؟ فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها، مش عايزها جوزاني انا. قال وماذا معك من مهر؟ انا جوزها من غير مهر، بس حد غيري لا، تديها مهر ايه؟ قال ليس معي الا ازاري، معايا الازار بتاعي بس. ده فقير جدا، ده ولع ما عندوش حاجه خالص. فقال النبي ان اعطيتها ازارك جلست بلا ازار. شوف مهر حاجه تانيه، التمس مهرا. فالتمس فلم يجد، جه للنبي قال دورت في البيت ما فيش حاجه خالص. فقال النبي التمس ولو خاتما من حديد. طب خاتم حديد، دور على خاتم. ذهب فالتمس فلم يجد ولا خاتم حديد حتى. الراجل ده على الحديد، احنا نقولها كده بيقول ده على الحديد، ده اقل من الحديد. طب انت يا صحابي، طب انت يعني ايه اللي خلاك تقول اتجوزها؟ طب انت ده انت مش لاقي تاكل، طب انت هتوكلها ازاي؟ هتوكلها منين؟ تخيلوا النبي ما اعترضش على كده. قال هل معك قرآن؟ قال الرجل نعم، معي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي، الراجل لما يتجوز الست دي هيوكلها منين؟ الموضوع ده مش وارد، احنا بس اللي عندنا الطغيان المادي. هيوكلها منين؟ ما متثبت في شركة ولا لا؟ بيشتغل ولا لا؟ مش عارف. الاكل والشرب بطننا بطننا، انما حياة الايمان هي الاولى. ده النبي ما سألوش هتوكلها ازاي، هتوكلها منين والراجل معدم، ده اقل من خط الفقر حتى، ده ولا حاجه خالص، ده معهوش حاجه خالص، ولا خاتم حديد حتى، ولا هدوم زياده، ولا حاجه خالص، ده عايش ازاي؟ هيوكلها اليوم بيوم، وحتى ايه؟ حتى لو ملح، احنا نقول كده، لو دقه. والايمان اهم. يا ده مش الموضوع، الموضوع ايه؟ الست اللي وهبت نفسها للنبي. واحد يقول لك ما يمكن كانت فقيره والنبي مش عايز واحد فقير. ايه يا راجل، ما اتعرض على النبي اللي غير الفقيره. سيدنا انس برضه بيحكي يقول جاءت امراه الى رسول الله قالت يا رسول الله ان ابنتي كذا وكذا تذكر من جمالها وحسنها، جميله جدا وحسنه جدا، وقد اثرتك بها وانا عايزاها ليك. احنا نقول عليها ايه؟ ملكة جمال، شكلها وجسمها وطبعها وكل حاجة فيها حلوة حلوة حلوة. فقالت النبي قد اثرتك بها، عايز اديها لك انت. ثم استمرت في مدحها، قعدت تقول له وكمان كذا وكمان كذا وكمان كذا. طلع البنت دي ايه ده في الخيال. حتى قالت ولم تصدع او تشتكي قط، عمر ما جالها صداع ولا اشتكت، لا مغص ولا اسهال ولا عقل. فقال النبي لا حاجه لي بها، اللي ما صدعتش قبل كده واللي ما اشتكتش وما مرضتش يبقى ايمانها ضعيف. ليه؟ اللي ايمانه قوي ربنا بيبتليه، يبتلى المرء على قدر ايه؟ دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ده ما جالهاش صداع، يبقى الدين بتاعها القدر بتاعه قليل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قالت له ما جالهاش صداع، يبقى ربنا ما ابتلاهاش كتير، يبقى دينها ضعيف. قال لها يبقى مش عايزها، ده ما اشتكتش من حاجه مش عايزها. ده الناس بتدور على حاجات، هي دي اللي الناس بتدور عليها. عايز واحده بقى سليمه وما بتشتكيش وما عندهاش امراض وجميله وحسناء وكذا وكذا، هي كل المواصفات دي كانت في البنت. بس النبي ملوش في الرغبات دي، مش هي دي المواصفات. الايمان. الشاهد من القصه ايه؟ اتعرض على النبي الجميلة واللي قمة في الجمال وقمة في الصحة وقمة في النشاط وقمة، ما رضاش برضو، ما رضاش برضو، ملوش رغبات. ما
بس الصحابيات كانوا بيعرضوا نفسهم من محبته احتراما له اجلالا واكبارا. يعني الراجل اللي عنده ايم يقول للنبي اجيبها لك تتزوجها، الست اللي عندها بنت جميله قوي تقول لما اوديها للنبي النبي النبي، النبي نمره واحد. شوف نظره الصحابه للنبي كانت عامله ازاي. الله، بنتعلم الايمان. الايمان القوي بيبقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي، صحابه عاملين ازاي، يفرحوا للرسول ويخافوا على الرسول. اسمع بقى عشان نختم بقى، عشان نختم يعني. سيدنا بريدة بن الحصيب اللي بيقول نظرت امرأة، كان النبي في غزة في غزاة، فنظرت امرأة ان رد الله النبي سالما لتضربن على رأسه بالدف. النبي راح في غزوة وغاب شوية واهل المدينة قلقوا النبي لما يرجعش. فواحدة منهم نادرت نادر، لو ربنا رد النبي سالم انا هضرب بالدف على رأسه، يعني ايه يكون قاعد وانا واقفة ورد الله النبي سالما. النبي جه وراحت الست قالت يا رسول الله اني كنت قد نذرت لان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف، لازم اضرب بالدف والطار والفرحانة، عبر عن فرحتي وسعادتي ان انت رجعت. قال النبي لها ان كنت نذرتي فأوفي بنذرك. قالت قد نذرت، قال فأوفي، فضربت بالدف وغنت كمان. النبي رجع بالسلامة. يا على حبهم. الست دي تفتكروا ايه اللي خلاها نذرت النذر ده؟ الله اعلم، بس انا متخيل كده ان الست دي كانت بتضرب بالدف ضرب، كانت ماهرة جدا، متقنة جدا، والناس يعني منبهرة بيها جدا مثلا، وبعدين بطلت. فنادرت لو النبي رجع انا هسمع الناس ايه اللي انا اجيده، اللي انا كنت شاطره فيه هسمعهم تاني، انا اعتزلت، انا سبت الموضوع ده من زمان، بس لو النبي لو جه عشان خاطر النبي ارجع اضرب بالدف. والنبي رجع بالسلامه، ورجعت تضرب بقى وهي ايه ماهره بالدف. الفرحه كل واحده بتعبر عن حبها للنبي بطريقتها، اللي في القتال واللي توهب نفسها واللي تضرب بالدف على سلامة النبي. الإيمان. شوف الصحابة عملوا ايه، دي قصص النساء، قصص الرجال كتيرة جدا، وقصص الشباب، شباب الأنصار عجيبة جدا، ربما نتكلم عنها يوما. الإيمان بيعمل ايه في صاحبه، الإيمان بالرسول ونظرة الصحابة للرسول، يا بختيهم. يوم الرسول ما دخل المدينة أول يوم كل الناس طلعوا، كله الرجال القبائل، كل الناس بيمشي في طريق القبائل والعائلات كله في استقبال الرسول، وطلعوا مين؟ الغلمان والولدان والصبيان والبنات والعبيد والإماء، كل أهل المدينة طالع. النبي داخل وكلهم يشاوروا هذا رسول الله، هذا محمد. فرحوا بيه فرحة والنبي داخل، حتى إن الرجال والنساء صعدوا فوق البيوت، اللي مش عارف يشوف في الطريق يطلع فوق البيت، والنبي لما يمر هذا محمد هذا رسول الله. المدينة نورت، أضاءت، اتشرفت يوم النبي دخل. شفت الناس عملوا ايه مع النبي لما عاش في وسطهم بقى، ده أول يوم، شوف فرحتهم. النبي عدى كده لقى شوية بنات صغيرين ومعاهم ايه ضفوف، كل واحدة ماسكة طار صغير كده، هم بيقولوا ايه نحن جواري من بني النجار اخوال النبي. يا حبذا محمد من جار، انت هتجاورنا يا رسول الله، اغلى جار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. بنات صغيرين قوي. فالنبي يقول لهم أتحبونني؟ بتحبوني؟ سمعتوا عني تحبوني؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال يعلم الله أن قلبي يحبكن وأنا بحبكم من قلبي. بنات صغيرين، مين اللي طلعهم؟ أبوهم؟ أمهم؟ مين اللي حفظهم الكلام ده؟ مين اللي حب؟ شفت الحب؟ الله، شفت الحب للنبي؟
احنا بقى بنشوف بنحكي شفت عملوا ايه عشان نعمل اي حاجه زيهم. اللي تجيله فرصه يعمل حاجه زيهم يعمل ايمانا بالله وايمانا برسول الله. اسال الله ان يرزقنا ايمانا كاملا، اسال الله ان يرزقنا حلاوه الايمان ولذه الايمان وطعم الايمان وحقيقة الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أسأل الله أن يجمعنا مع حبيبنا في الجنة. أسأل الله أن يحشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة. أسأل الله أن يريدنا حوضة. أسأل الله زيادة الإيمان في قلوبنا. اللهم زود الإيمان في قلوبنا، اللهم زود الإيمان في قلوبنا، اللهم زود الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.